أهلا بكم متابعين الأعزاء. العثور على جثة الطفل المفقود صقر نايف المطيري، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الطفل صقر نايف المطيري مفقود منذ عدة أيام بالفنطاس أو بالمهبولة، وكان لم يتم العثور عليه إلا حتى أن لقوه مقتول ومدفون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الأهل والأقارب منذ عدة أيام قبل العثور عليه قالوا: نتمنى من لديه معلومات عنه أو يعثر عليه يتواصل مع أهل الأرقام أو يسلمه أقرب مخفر. وكانت قصة المفقود الأحمدي تصدرت موقع التواصل الاجتماعي في الكويت خلال الساعات الماضية. ربنا يرحمه ويصبر زوية يا رب. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.